السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الشابتر ديالنا، وهي الشابتر ديال لي سويت على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك بالنسبة للماتيماتيك أن، يعني أناليز أن. اليوم إن شاء الله غادي ندخلو في بارتي جديدة، في تيوريم جديدة، وهي تيوريم دو جوندار، وشفناها في السنوات الفايتة. اللي ما شافش لي كور اللي فايتين يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. لا تيوريم ديالنا بسيطة بزاف، كتقولك سوا E N et V N et W N 3 suites. هنا ينسيت مكتبش بوك توت N كتنسمي ال N، المجموعة N ضروري، هذه شرط مهم. الوغ 3 سويت طول كو بوك توت N ابارتيان à N، وكانت عندنا EN محصورة ما بين WN و VN، وحسبنا لا ليميت ديال VN وحسبنا لا ليميت ديال WN، ولقيناهم كيساوي لا ميم ليميت، دونك و ابارتيان à R، يعني 5 6 7 0 اكسيتيرا. فإن لا ليميت ديال EN فإنها كتساوي لنا L. الوغ هاد لو بوان هادي خاصكم تركزوا فيها مزيان، صحيح. الوغ كيفاش غادي نخدموا حنا هاد لا تيوريم هادي اللي هنا شي شفناه؟ دونك اكزومبل، بغينا نحسبوا لا ليميت، اكزومبل لا ليميت ديال سينوس ان على ان، حيث ان كتمشي لبلوس لانفيني. هنايا نقدروا نخدموا لا تيوريم دو جوندار، يعني كنعرفوا ان سينوس ان مالها محصوره ما بين واحد وناقص واحد، دونك هذه معروفه سينوس هكا دايره، كدوز في الزيرو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ما كتفوتناش هنايا الواحد وهنايا موان زان، دونك كتكون محصوره ما بين الواحد وموان زان، سي تري بيان. لا ميم شوز حتى الكوس، الكوس كتبدا هكا اكسيتيرا، حتى هي كتكون محصوره ما بين الواحد او ناقص واحد، سي بيان. بما ان سينوس ان محصوره ما بين واحد وناقص واحد، هذا كيعني ان حنا بغينا سينوس ان على ان، هذا كيعني ان سينوس ان مقسوم على ان محصوره ما بين واحد على ان اصغر وتساوي ناقص واحد على ان. تقول لي ان عدد بوزيتيف، داكشي علاش ما تبدلات الاشاره، لان حنايا عندنا هنايا بوغ توت ان كتنتمي ل ان، صافي سي تري بيان. ولا ان ايطوال حنا كاع باش نحيدو دوك لوكا ديال ان ان ما تقدرش تاخذ صفر، يعني نديرو ان ايطوال باش يكون داكشي مضبوط، يعني انها ان كتاخذ لنا من واحد لفوق، يعني انها يعني هاد الكتابه كتعني ان ان اكبر او تساوي واحد، يعني اكبر من واحد، يعني انها بوزيتيف. الى قسمنا بوزيتيف دونك ما غاديش تاثر الاشاره ديالنا. الوغ دابا نشوفو نحسبو لا ليميت ديال هادو بثلاثه، دونك كتعطينا لا ليميت ديال ناقص واحد على ان، حيث ان كتمشي لبلوس لانفيني، اصغر تساوي لا ليميت ديال سينوس ان على ان، حيث ان كتمشي لبلوس لانفيني كما العادة، اصغر من لا ليميت ديال واحد على ان، حيث ان كتمشي لبلوس لانفيني، سي تري بيان. الوغ دابا غنحاولو ان نحسبو لا ليميت ديال هذا، لا ليميت ديال واحد على ان، حيت كنعوضو ان بلوس لانفيني كيعطينا ناقص واحد على بلوس لانفيني، ناقص واحد على بلوس لانفيني ايكال زيرو، يعني ان ليميت ديال هذا كيساوي لنا زيرو، ليميت ديال هذا لا ميم شوز واحد على بلوس لانفيني كيساوي زيرو. دونك لا ليميت ديال هذه محصوره ما بين صفر صفر، حسب لا تيوريم دو جوندار فان ليميت ديال ان اللي محصوره هنايا فانها كتساوي لنا صفر، لان دبليو ان و في ان اللي افترضناهم ان واحد على ان ناقص واحد على ان عطاونا زيرو، يعني ان هذا الافتراض هذا كيعني انه لا ليميت ديال سينوس ان على ان، حيث ان كتمشي بلوس لانفيني ايكال زيرو، سي تري بيان. دونك هنايا كنحتاجو لا تيوريم دو جوندار باش اننا نحسبو لا ليميت. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. دابا بالنسبه للناس، دابا شرحنا بالنسبه للناس اللي كيقراو لي سويت، دونك كانوا ايكونومي كانوا اي كلاس ميب اكسيتيرا. دابا غادي نبداو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديمونستراسيون، الفيديو ديالهم حبس هنايا، دونك صافي تمشي الفيديو الاخر. دابا بالنسبه للناس اللي عندهم البروف، كيفاش اننا نديمونطريو هاد لا تيوريم هادي، صافي. الوغ بالنسبه للناس ميب لي كلاس انسا اكسيتيرا تو كاملين عندهم لا بروف، كيفاش غادي نديرو ديمونستراسيون ديال لي تيوريم. الوغ نشوفو المعطيات اللي عندنا ولاش بغينا نوصلو،
هذه اول حاجه في الديمونستراسيون. نقرا سواء او ان اي في ان دبليو في ان 3 سويت تركه. اول حاجه شنو عندنا؟ عندنا ان او ان محصوره ما بين دبليو في ان و في ان، هادو معطيات عندنا سي بيان. ثاني حاجه عندنا شنو عندنا؟ عندنا ان دبليو في في ان كتساوي لنا دبليو في عفوا ليميت ديال في ان كتساوي لنا ليميت ديال دبليو في ان كتساوي لنا ال. هادو هما المعطيات اللي عندنا، عندنا هذه وهذه. اشنو خاصنا نبينو حنايا؟ خاصنا نبينو ان الليميت ديال دبليو في ان كتساوي ال. يلا نبداو بالمعطيات اللي عطينا البروف. اشنو عطينا؟ عطينا ان الليميت ديال في ان حيث ان كتمشي لبلوس لانفيني شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ال. هذا شنو؟ هذا نحاولوا ان نكتبو على شكل رموز كيساوي لنا ال. الوغ شحال شنو نديرو؟ بوغ توت ايبسيلون اكبر من الصفر il existe n a n a وهو ديك البارتي فين تولي كونفيرجونت. دونك الناس اللي تابعين معايا راه تفهموها مزيان ابارتي ا ان. داكشي علاش درنا ان ا؟ لان على حساب لا سويت واخا تكون عندها لا ميم ليميت هاد ان ا راه كتختلف مزيان. الو فان بور توت ان ابارتي ا ان مجموعه ان هادي باينه. فان عندما كتكون ان كبر من ان ا اكبر تساوي من ا حتى توصل ان ا وانت ماشي للفوق كتولي كونفيرت كتولي كونستانت كما قلنا. فانها كتولي لنا لو فالور ابسولي ديال او ان في ان عفوا ناقص ال كيولي اصغر من ايبسيلون مزيان. دونك هذه الكتابه هذه نقدروا نلخصوها بحال هكا، هذه ايكيفالون ديال ايكيفالون كت ايكيفالي لنا بور ان ان اكبر من ان ا فإن. دونك إلا حيدنا الفالور أبسولي جبنا في إن لا جي، جبنا إن لا جي تعطينا في إن محصورة ما بين إل ماني إبسيلون بلوس إل و إل موان إبسيلون. سي تخي شنو درنا؟ حيدنا الفالور أبسولي ولات محصورة ما بين إبسيلون موان إبسيلون، وهاد ناقص إل جبناه لهنا وناقص إل جبناه لهنا وعطتنا كتابة الآتية. دونك في إن فإنها محصورة ما بين إبسيلون بلوس أن و ال موان ايبسيلون. لا ميم شوز بالنسبه لليميت ديال دبل في ان. عندنا ان الليميت ديال دبل في ان حيث ان كتساوي بلوس لانفيني حتى هي كتساوي لنا ال، لان الليميت ديالهم متساويين سي بيان. هذا كتيكيفالي لنا بوغ توت ايبسيلون اكبر من زيرو ال اكزيست. واش واخا عندهم نفس الليميت تكون عندهم نفس ان ا؟ لا، حيت قلنا اذا كانت الليميت مختلفه إذا كانت لي سويت مختلفة إن كتكون مختلفة. هذه نسميوها إن دو أبارتيان إن بوغ توت إن أبارتيان إن. فإن إن أكبر أو تساوي إن دو، هذا كيعطينا أن دبل في إن ناقص إل أصغر من إبسيلون. هذا كيكافئنا عندما كتكون إن أكبر من إن دو، هذا كيعطينا أن دبل في إن محصورة ما بين إبسيلون بلس إل و إل موان إبسيلون. صافي سي تخي بيان. هنايا أو تساوي، هنايا أو تساوي من إن الفوق أو تساوي سي تخي بيان. ألوغ هنايا دونك راه باينة. أشنو عندنا المعطيات اللي عندنا حطيناهم حد الآن؟ مازال ما درنا والو، مازال ما جبنا حتى حاجة من عقلنا. وشنو عندنا؟ عندنا أن دبل في إن و في إن محصورة بالنسبة لأو إن، دونك نقدرو أننا نحاصروهم هنا. ولكن المشكل اللي عندنا، عندنا هنايا هذا بدلالات، شوف معايا، هذا بدلالات إن أكبر من إن أ، وهذا بدلالات إن دو. ألوغ أشنو غنديرو؟ لو ماكس فيهم، ألوغ نشرحوها. دونك حنايا إلا كان إكزومبل ها هي لا سويت ديالنا، دونك إكزومبل لا سويت نديروها بحال شي فونكسيون، نقولو لا نقولو دايره بحال هكا، المهم جايه بحال هكا هكا، وجايه حتى لهاد لو بوان هادي وماشيه هكا، يعني ماشيه كونفيرجونت. فاش؟ اش من هادي هي ان ان، صافي، يعني ان هذا محصور فاش؟ مزيان، يعني هادي هي ال بلس ايبسيلون، وهادي هي ال موان ايبسيلون، يعني انها محصوره فاش؟ يعني ان هادي شكون هي؟ هي اكزومبل هي في ان، يعني ان في ان مالها؟ محصورة ما بين ال بلس بلس ايبسيلون و ال ناقص ايبسيلون في واحد الفترة ان ان. بينما ان دو تقدر تكون من بعد ولا قبل. نفترضو الا كانت هنا ان دو هنايا، يعني كنهضرو على دبل في، على لا سويت دبل في ان.
انا نزوها بالكحل نقولوا انها دايره بحال هكا، جايه هنا جايه هنا جايه هنا، جات لهنا، ولكن في هاد ان ا جات لهنا وبقات حتى هي محصوره. مزيان هكا كيفاش في هاد الفتره هذه؟ يعني في شكون هي الفتره فاش كيكون دوب في ان ودوبل في ان بجوج محصورين ما بين ايبسيلون بلس ال و ال موا ايبسيلون. يعني هذا يعني هاد الفتره هذه كتكون مشاركه كما كنشوفوا. يعني هاد الفتره هذه سي تري بيان مزيان. او عاوتاني الا كانت دوبل في ان هي هاد ان ان نفترضوها نديروها باللون ازرق، يعني هاد دوبل في ان هذه هي هذه نفترضوها انها ماشي هنايا، كاينه هنايا صغيره على ان ان غتكون هنايا، يعني هذه تكون لا سويت ديالها بحال هكا بحال هكا، حيت تجي ان ان تجي لهنايا ان ان صافي، ها هي ان 2 غتولي كونستونس حتى هي ماشي هي طاق 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 ياك. يعني الفتره الا جينا نشوفوا الفتره اللي مشتركه بين ان 2 و ان ان هي من ان ان، يعني الفتره اللي كتكون مشتركه هي الفتره اللي كتكون كبيره. يعني افترضنا ان ان 2 كبيره على ان ان، يعني الفتره فاش كيكون بوغني فاش كتكون لا سويت بوغني ب ايبسيلون بلس ان و ايبسيلون موان و ال موان ايبسيلون هي الفتره ان 2 الفوق. عاوتاني حيت افترضنا ان ان 2 صغيره على ان ان لقينا ان الفتره ان ان يعني اللي كبيره الفوق، يعني غادي نختاروا لو ماكس، لو ماكس ديال ان ان و ان 2. الا اختارينا لو ماكس ديما ديما غادي نحددوا داك المجال اللي بغينا اللي غادي يكون فيه دوبل في ان و في ان محصورين ما بين ايبسيلون بلس ان و ايبسيلون بلس ال و ال موان ايبسيلون صافي. سي تري بيان، هادشي راه شرحناه في الحصص الفايتين، داكشي علاش كنختارو لو ماكس. الوغ غنحطو هنايا قلنا غادي نحطو قلنا بوزون اشنو غنحطو، نحطو ان كتساوي لنا لو ماكس ديال اش ديال ان ان و ان دو، يعني اللي كبيرة فيهم اما ان ان، المهم اللي كبيرة هي اللي تاخدها ان. دونك فان ان اكبر او يساوي ان اللي هي لو ماكس ديال ان ان و ان دو، الوغ هذا كي امبليكي اش اشنو عندنا؟ تبع معايا، عندنا دوبل في ان، ها هي هادشي ديال المعطيات اللي عطينا البروف. دوبل في ان محصورة ما بين اش؟ محصورة ما بين دوبل في ان، او ان محصورة ما بين دوبل في ان واش؟ و في ان. مزيان مزيان، اشنو عندنا هنايا؟ عندنا ان في ان كبر من اش؟ صغير من ايبسيلون بلس ان، ها هي ايبسيلون بلس ال عفوا. وعندنا ان دوبل عفوا هي دوبل في ان صغر من ايبسيلون بلس ان، ها هي. وعندنا ان في ان ها هي اصغر من اش من صغر من اش من ال موان ايبسيلون، كبر من ال ال موان ايبسيلون، يعني ال موان ايبسيلون صغر من في ان. سي تري بيان، هذا اش كيعني؟ هذا كيعني ان او ان حتى هي غتكون محصوره ما بين ايبسيلون بلس ال و ال موان ايبسيلون، حيث ان اكبر او يساوي ان. وهذه هي لا ديفينيسيون ديال لا سويت، يعني ان ان اكبر من ان نقدر نكتبوها على شكل لو فالور ابسولي ديال او ان ناقص ال اصغر من ايبسيلون. وإلا كتبنا هذه الكتابه هذه الكتابه اش كتعني؟ كتعني انه لا ليميت ديال ان كيمشي بلس لانفيني ديال او ان كتساوي لنا ال، لان علاش؟ لان الديفينيسيون ديال هذه الا كتبناها بشكل رياضي يعطينا هاد الديفينيسيون هذا صافي. سي تري بيان، حنا بيناها انها كونفيرجونت، ولكن في الحاله فاش كيكون ان اكبر من ان شكون هي هاد ان؟ هذه هي لو ماكس ان ان و ان 2. الوغ نتمناكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في كورس جديد بالنسبه للاناليز.